بونسوار. مستمر تأثير الطقس الحار والجاف على أجواءنا للأيام اللي جاية. تنحسر الموجة الحارة اعتبارا من مساء الجمعة ولبكرة جونا قليل الغيوم حار وجاف، ودرجات الحرارة لبكرة بتبقى مرتفعة ورح تتسجل على الشكل التالي. نبدأ جولتنا مع عكار و 31 درجة، 35 بطرابلس، 34 بالعاصمة بيروت و 33 بسور. ننتقل لبعلبك مع 37 درجة، 26 باللقلوق، 36 بزحلة و 31 بجزيل. نسبة الرطوبة عم تسجل أقصاها على السواحل 55%، رياح اتجاهها شمالي وحارة عم تسجل سرعتها 35 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمعتدل ارتفاع الموج. كيف رح بكفي طقسنا للأيام اللي جاية؟ إذا لبكرة جونا قليل الغيوم ودرجات الحرارة مرتفعة عم تبقى نسبيا لبكرة وعم تسجل 34 درجة. انخفاض بدرجات الحرارة اعتبارا من نهار الجمعة ل 28 درجة، والمساء تنحسر الموجة الحارة وبعود جونا ربيعي مثل ما عم نلاحظ لنهار السبت ولنهار الأحد. درجات الحرارة عم تنخفض بحدود 10 درجات، عم تسجل 25 درجة لنهار السبت و 24 درجة لنهار الأحد، وجونا غائم كليا. هون نوصل لختام نشرتنا، أنا بلاقيكم بكرة بنشرة جديدة، تصبحوا على ألف خير.